أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. صادق برلمان كردستان العراق كما كان متوقعا على إجراء الاستفتاء حول استقلال الإقليم الشمالي في 25 من أيلول سبتمبر الحالي بغياب نواب المعارضة التي دعت إلى مقاطعة الجلسة الأولى للمجلس منذ أكثر من عامين. وبعيد عملية تصويت برفع الأيدي، أعلن نائب رئيس البرلمان جعفر إبراهيم الذي رأس الجلسة أن الاستفتاء سيجري في وقته المحدد بعد تصويت بالإجماع من النواب 65 الحاضرين. ألقت قوات النخبة الشبوانية القبض على القيادي في تنظيم القاعدة باسل المرواح خلال عملية دهم في مديرية حبان بمحافظة شبوة، وأكدت مصادر أمنية أن المقبوض عليه قيادي في التنظيم المتطرف عين مؤخرا في القاعدة في مدينة عزان، وسبق وأن شارك مع التنظيم في العراق. انفجرت قنبلة بدائية الصنع في قطار المترو والأنفاق بلندن في وقت الذروة، فحصرت ألسنة لها بإحدى عرباته، ما أسفر عن إصابة 22 شخصا اليوم في خامس حادث إرهابي تشهده بريطانيا هذا العام، لكن العبوة لم تنفجر بالكامل على ما يبدو. ويعتقد من قبل أكبر مسؤول عن مكافحة الإرهاب في بريطانيا أن التفجير ناتج عن عبوة ناسفة بدائية الصنع. شدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على كوريا الشمالية عن طريق تبني إجراءات أعلنتها الأمم المتحدة بداية شهر أغسطس ردا على إطلاق الصاروخ الباليستي. وأدرج الاتحاد في تشريعاته الإجراءات التي أقرها مجلس الأمن الدولي في 5 أغسطس بعدما أطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا يستطيع بلوغ أمريكا الشمالية. ذكرت الأمم المتحدة أن معدل الجوع في العالم بدأ في الارتفاع مجددا ليؤثر على 815 مليون شخص في عام 2016 أو 11% من سكان العالم بعد أن شهد انخفاضا مضطردا خلال العقد الماضي. وبين التقرير أن الزيادة في عدد الأشخاص المتأثرين بالجوع جاء نتيجة لانتشار النزاعات المسلحة والصدمات المناخية. قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار ماكس المصنف من الفئة الأولى وصل إلى ساحل المكسيك الغربي المطل على المحيط الهادئ يوم الخميس ضاربا منطقة سياحية شهيرة تضم منتجعات ساحلية. وحذر المركز من أمطار غزيرة وسيول في ولايتي جيريرو وأوكساكا الساحليتين في الجنوب. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.